قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهمايا حديث نمبر 1 إنما الأعمال بالنيات حرمان يتيو دابين مبول وطاي حديث نمبر 2 من لم يرها من ناس لا يرحم الله اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے حدیث نمبر 4 لا يدخل الجنة قاطعون رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا حدیث نمبر 4 5 حدیث نمبر 5 الظلم ظلم يوم القيامة ذو القيامة کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا حدیث نمبر 6 ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار